وقت أن تم الكشف فيه عن عمليات غسيل أموال وتهريب قامت بها 6 بنوك أهلية كبيرة في العراق، تراوحت الأموال التي قامت بتهريبها بحوالي 36 مليار دولار بمعدل من 4 إلى 7 مليار دولار لكل بنك، وهي أموال جرى تهريبها من دون وجود معاملات تجارية وخدمية واضحة وبالاعتماد على فواتير مزيفة. هذا وحذرت رابطة الشفافية في العراق من أن الاقتصاد العراقي يعاني معضلة رئيسة فيه تعرف بسوق مزاد العملة الذي يهيمن عليه مصرفيون فاسدون لا عمل لهم سوى تهريب العملة خارج البلاد. وقالت الرابطة أن 6 بنوك أهلية معروفة بالاسم أقامت شبكة علاقات الفساد مع عدد من البرلمانيين والسياسيين للتغطية على عمليات الاستنزاف المستدامة في سوق النقد الوطني، متهمة بعض أصحاب المصارف بأنهم أسوأ من أفسد الحياة الاقتصادية والسياسية في العراق. كما حذرت الرابطة البنك المركزي من استمرار صمته إزاء ما يجري، كاشفة أن عددا من المدراء العامين في البنك المركزي العراقي يتواطؤون مع بعض المصارف الأهلية. ودعت الرابطة محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى تحقيق فورا في العلاقات المثيرة بين بعض أصحاب المصارف المتهمين بتهريب العملة مع كل من مديري دائرة الشؤون الإدارية ودائرة الاستثمارات في البنك المركزي اللذين يسهلان الأعمال المخالفة للقانون التي تقوم بها بعض المصارف.